سيداتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد فيديو جديد على قناتي وقناتكم إيناس بوكري. إذن اليوم الحلقة غادي تكون إجابة على الأسئلة ديالكم اللي كتخليوها لي في التعليقات. أول سؤال هو أختي إيناس، شنو هما الوريقات اللي غادي يخصوني باش يكون عندي ورقات تعاونية كاملة مكمولة، وباش يمكن لي كذلك نحل واحد الحساب بنكي للتعاونية ديالي. فالورقات ديال التعاونية أكيد هي كالتالي: أول حاجة طلب تسجيل سجل ديال التعاونيات، ثاني حاجة هي وصل الإيداع، ثالث حاجة هي شهادة المصادقة على التسمية، رابع حاجة هي محضر الاجتماع العام التأسيسي، خامس حاجة هي لائحة الأعضاء اللي كاينين في التعاونية، سادس حاجة هي القانون الأساسي ديال التعاونية، وسابع حاجة هذه تزادت جديدة هي الفاتكة، واحد ورقة ديال الفاتكة. هذه الفاتكة هذه هي واحد ورقة زادتها على حسب لا ريغلومونطاسيون امريكان، يعني بور لوتي كونتر ليفاسيون دي سيتويان اي ريزيدون امريكان كي ديتيان دي بيان فينانسيي ان دوغ دي زيتازوني. دونك هذه واحد الورقة زادت جديدة concernant يعني ميريكان. بكل بساطة يعني البنك هنايا كيعطيها لكم، كديروا فيها الكاشي والسيناتور ديالكم ديال التعاونية وكتواليدا، وبذلك يمكن لكم أنكم تحلوا حساب ديال التعاونية ديالكم. نتمنى أن الوريقات كانوا واضحين وباينين، أنا نعاودهم مرة أخرى باش تكتبوهم. فطلب التسجيل وكذلك وصل الإيداع، شهادة المصادقة على التسمية، محضر الاجتماع العام التأسيسي، لائحة الأعضاء، كذلك القانون الأساسي، والورقة ديال الفاتكة اللي كتعطيها لكم البنكة كتسنيوها وكتحطوا فيها لو كاشي. هذه فيما يخص الجواب على ورقات التعاونية. نمشيو دابا على بركة الله للسؤال الثاني. السؤال الثاني اللي هو موضوع ديال السنساس اللي تفعلت بخصوص فئة المقاول الذاتي. فبالنسبة لفئة المقاول الذاتي راه تفعلت لا سينيساس داكوغ، بزاف ديال الناس مقاولين ذاتيين اللي مشاو باش يصرحوا بالمداخيل ديالهم مؤخرا ولقاو انهم خرج لهم تصريح بالمداخيل من جهة، يعني ليغ الضريبة ليغ راكو عارفين 0.5% في التجارة، 1% في الخدمات بالنسبة للمقاول الذاتي على حسب التصريح اللي صرحتو به، وبالإضافة إلى ذلك لقاو أن السنساس خرجات. فبالتالي هنايا غادي نعطي لكم الباريم، هذا الباريم هذا الجدول هذا راني بارطاجيتو معكم في لا كوميونيتي ديال يوتيوب، وكذلك بارطاجيتو معكم في الصفحة الرسمية ديالي عبر الانستغرام وعبر الفيسبوك اللي هي صفحة رسمية ديال إيناس بوبكري. فهنايا غادي نذكركم بالهوامش ديال لا سينيساس. فإلا صرحتي كمقاول ذاتي كل 3 شهور قل من 500 درهم غادي تخلص في لا سينيساس 300 درهم، هذه ديال لا سينيساس. إلا صرحتي واحد المبلغ اللي كيتراوح ما بين 500 درهم و 1000 درهم غادي تخلص 390 درهم ديال لا سينيساس. إلا صرحتي واحد المبلغ اللي كيتراوح ما بين 1000 درهم حتى 2500 درهم فغادي تخلص 570 درهم ديال لا سينيساس. الا صرحتي ما بين 2500 درهم حتى 5000 درهم غادي تخلص في لا سينيساس 720 درهم. الا صرحتي ما بين 5000 درهم حتى المليون غادي تخلص 1050 درهم في لا سينيساس. الا صرحتي كذلك ما بين مليون درهم حتى جوج المليون ونص غادي تخلص 1500 درهم في لا سينيساس. الا صرحتي ما بين جوج المليون ونص درهم حتى 50000 درهم غادي تخلص 2250 درهم في لا سينيساس. اما الا صرحتي باكبر قطعا من 5 ديال المليون فغادي تخلص 3600 درهم في لا سينيساس. على العموم بغيت نوصل المعلومه باسكو من حقكم كمقاولين ذاتيين تعرفوا هذا الشيء، ان هذا الشيء تفعل وان هذا الشيء تبعكم داكوغ. على العموم بغيت نصرح بها في اليوتيوب، ولكن الناس اللي بغات ريكابيتولاتيف ديال هذا لو طابلو فغادي تلقاوه في الصفحات الرسميه ديالي، اعيد واكرر سواء عبر الانستغرام او لا عبر الفيسبوك إيناس بوبكري. انا جو سوي تري اكتيف سور انستغرام، الناس اللي بغات تلتحق بيا في الانستغرام مرحبا بها. دابا غادي نمشي نجاوب على التساؤل الثالث.
يعني التساؤل الثالث يقول شنو هما نوع الأسئلة اللي تتطرح في اللجنات ديال المبادرة واللجنات ديال المواكبة المقاولاتية بهدف الوصول يعني للتمويل والدعم. فالأسئلة بيان سور كيكون يعني لا بريزونطاسيون ديال لا سوسيتي ولا ديال المشروع، يعني انكم يعني تقدموا بفكرة المشروع ديالكم، وكذلك تقدموا بالليزاسوسي او للاعضاء سواء تعاونيا متعاونين او لا الى شركة، يعني ليزاسوسي اللي كاينين في ديك الشركة ولا في ديك المقاولة بصفة عامة بغض النظر على الصيغة القانونية، وكل واحد باش نكلف داكوغ ديما كنهضروا باسم الجماعة، ما كنهضروش باسم انا درت، داكوغ ديما باسم الجماعة، الشركة دارت، تعاونية دارت، داكوغ المشروع دار، وكل واحد باش مكلف، داكوغ. هذه من جهة، من جهة اخرى بطبيعة الحال كيكونوا اسئلة بخصوص يعني المالية ديالكم، بشحال مقيوم عليكم المنتوج، بشحال كتبيعوه، كيفاش درتو حسبتو ثمن البيع، كيفاش درتو حسبتو ثمن لكو دو غوفيان ولا ثمن العائل، بشحال تقام عليك المنتوج، واش خديتو بعين الاعتبار الاعباء المباشرة والاعباء الغير المباشرة في تحديد الثمن، بشحال تقام عليكم داك المنتوج. يعني كيكونوا اسئلة كذلك كيفاش درتو حددتو هاد ثمن البيع، واش خديتو بعين الاعتبار المنافسة، وشنو هي لا بوليتيك دو تاريفيكاسيون اللي درتوها، سياسة التسعير اللي درتوها، كذلك شنو هي السياسة التسويقية اللي راكم باغيين تطبقوها باش تبيعوا المنتوجات او الخدمات ديالكم. يعني غروسو مودو هادو هما نوع الاسئلة اللي كتكون يعني بخصوص المشروع ديالكم، يقدروا يتشالنجيوكم في البيزنس بلان ديالكم، اخذا بعين الاعتبار مثلا حطيتو في البيزنس بلان ديالكم واحد لو شيفر دافير جودي نيمبورت كوا ديال 2 مليون درهم على سبيل المثال، غادي يقول لكم شنو هما الفرضيات مثلا اللي اخذتوهم بعين الاعتبار من اجل تكسبوا واحد لو شيفر دافير في السنه الاولى ديال 2 مليون درهم ولا ديال 1 مليون درهم ولا ديال 500 ميل، يعني على حسب شيفر دافير يختلف من مشروع الى اخر اكيد، مي هنايا جينيرالمون هادو هما نوع الاسئله اللي كتطرح. وهناك مبادرات عديده في المغرب التي تمول المشاريع، عندي مجموعه من الفيديوهات في القناه اللي تكلمت فيها على هذا الموضوع هذا، وكندعوكم من هذا المنبر انكم تدخلوا القناه لداخل وتشوفوا المواضيع الاخرى، مواضيع جد مناءه لهذه الفئه ديال حاملي المشاريع، كونوا اكيدين ان يعني المنفعه والاستفاده ستكون في الموعد. جميل، فدابا غادي نمشيو للسؤال الرابع. فوالا اكزاكتومون السؤال الرابع، اختي ايناس بغيت نشطب على بطاقه المقاول الذاتي، شنو هي لا بروسيدور اللي يمكن لي نديرها؟ فبالنسبه للتشطيب على بطاقه المقاول الذاتي، كتدخل للموقع ديالك كتلقى واحد لو بوتون سميتو غادياسيون، غادياسيون كدير اريتي غادي، وكيقول لك السبب علاش مثلا انت غادي تشطب عليها، مثلا حيتاش صافي بغيتي دير الشركه، دوسي اللي دوسي في المقاول الذاتي وبغيتي مثلا دير الشركه، فغادي تكتب تما مثلا في السبب شونجمون دو ستاتو جوريديك من المقاول الذاتي لون اس اي ال على سبيل المثال، وكدير اونفويي لا دوموند ديالك، فكتامبريمي بطبيعه الحال الورقه ديالك ديال التشطيب وكديها لابوست يعني البوستة باش انها كتفعل حتى هي طلب التشطيب وكتدفعو لا دي جي اي، وتاكد من بعد من عند دار الضريبه اللي تابع لها لادريسه ديالك انك تشطبتي. هنايا في اطار الجهويه يعني بيان سور خاصكم تمشيو لدار الضريبه اللي تابع لها لادريس فين تسجلتي. مجموعه من المقاولين كيسولوني كيقول لي اختي ايناس تصادفت انا دابا كاين مثلا في اكادير مثلا وتسجلت مثلا في مراكش على لادريسه تبع مراكش، ولكن مشيت لدار الضريبه في اكادير فقالوا لي خاصك تمشي لمراكش، فاكيد لحقاش ان لادريسه اللي تسجلتي بها في اطار الدار يعني المقاول الذاتي هي واحد لادريسه اللي تابعه لدار الضريبه ديال مراكش على سبيل المثال، فهنايا خاصك تمشي بيان سور الاداره اللي تابع لها في اطار الجهويه لا ريجوناليزاسيون بيان سور. فهذا بخصوص سؤال التشطيب. غادي نمشي دابا نجاوب على السؤال الخامس اليوم اللي هو اختي ايناس من خديجه، اختي ايناس هل يمكنني تحدي ازمه كوفيد 2022 بالنسبه لهذه السنه؟ فالله يرفع علينا هذا الوباء، هذه اولا وقبل كل شيء الله يرفع علينا هذا الوباء. في اطار هذا الوباء هناك يعني دي سيكتور داكتيفيتي بعض القطاعات اللي تضرات يعني بروميير دوغري بشكل مباشر،
نوطامون بحكم ان تواجدي هنايا في مدينه مراكش، فقطع السياحه راكو عارفين، وان مجموعه من النشاطات من غير السياحه يعني من غير التوريزم او لا لي زوبرج او لا لي زوتيل او لا هذا، مجموعه من القطاعات مرتبطه بالسياحه هنايا في مدينه مراكش، قطاع النقل، قطاع لا ريستوراسيون، لارتيزانا، الكواتش اللي كاينين هنايا في مراكش، بزاف ديال القطاعات مرتبطه اللي غير فاعلين هذا الوباء. وكذلك بالموازاه مع ذلك كنشوفوا ان مجموعه من المشاريع اللي لقات الطفره ديالها ولقات الازدهار ديالها في كورونا، يعني مشاريع مثلا ليفريزون، مثلا يعني التوصيل، مشاريع مثلا هذا الشيء ديال الديجيتال، البيع عبر الديجيتال، التجاره الالكترونيه. يعني كورونا اكيد درس عميق، الله يرفع علينا هذا الوباء، تعلمنا منه مجموعه من الحوايج، تعلمنا منه اولا اهميه التوفير، تعلمنا منه ثانيا اهميه الهيكله، الا كنت خدام في القطاع غير المهيكل خاصني نتجه للقطاع المهيكل، تعلمنا منه النقطه اللي كتقول il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier، يعني لا ديفيرسيفيكاسيون. يعني انا كمقاول هاني دابا مستثمر في هذا المجال، ولكن هذا المجال دابا مثلا كاين عنده ازدهار، كيشيط لي واحد الحصيصه اللي هي جميله جدا، فنديفيرسيفي، ندير شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، باش الى قدر الله وقف داك المجال لقى راسي عندي الكالة، لقى عندي راسي ندير رجل في بلاصة أخرى. فنتمنى من الله، نتمنى من الله جميعا يعني العالم كامل يعني اون جينيرال أن تدوز هذه الأزمة إن شاء الله في أقرب وقت، والله يعافي مرضانا، والله يعني الله يرفع علينا هذا الوباء، وإن شاء الله يرجع الاقتصاد الوطني والعالمي يعني المسيرة ديالو الطبيعية أكيد. فنتمنى أنكم كنوا خديتوا بعين الاعتبار هاد النقط اللي شاركناهم في هاد الحلقة ديال اليوم، وأكيد أنا غادي نبقى ندير هاد الإجابة على التساؤلات، نبقى نجمع هكا خمسة ديال الأسئلة، ستة ديال الأجوبة الأسئلة مرة ونحاول نجاوب عليهم لكي تأم الفائدة. أكيد أنا كنحاول نجاوب في التعليقات، كاين عدد هائل من التعليقات الاخوان، يعني ماشي ما كنبغيش نجاوب، والله الا ماشي ما كنبغيش نجاوب، كاين عدد هائل من التعليقات، شحال قدني نحل وشحال قدني نحل الميساجات في البريفي، بزاف ديال الناس بعض المرات لا ربما نورمال يعني كتب لي على شخصي ايناس ما بغيتيش تجاوبيني ولا هذا، فماشي ما بغيتش نجاوبكم، راه كاين عندي عدد هائل من التعليقات ومن الاسئله في الانبوكس، فغادي نحاول لكي تأم الفائده نجاوبكم وندير فيديو لكي تأم الفائده. شكرا على الثقه الدائمه ديالكم، غادي نستناكم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ديالي، انستغرام، فيسبوك، صفحه رسميه وليس بحساب تحت نفس تسميه القناه إيناس بوكري. الناس اللي جديده في القناه مرحبا بكم، القناه ديالنا مقاولاتيه بامتياز، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الصابوني وانكم تدعمونا كذلك بالضغط على زر اللايك لكي تأم الفائده، ونعطيو حتى حنايا واحد الفرصه للمحتوى البناء والهادف انه يطلع في الصوره. تحياتي وإلى اللقاء.